تلقى مجلس الشورى دعوة للمشاركة في مؤتمر القياديات السياسيات المنعقد في طوكيو. شاركنا اليوم أنا وزميلاتي من مجلس الشورى، وأيضا تلقى مجلس النواب هذه الدعوة لنمثل المرأة البحرينية في هذا المؤتمر، ونثبت أن ثقة سيدي جلالة الملك في المرأة البحرينية هي ثقة في محلها. أوصلت البحرينية اليوم لأعلى المناصب في السلطة التشريعية والتنفيذية وأيضا السلطة القضائية.